يشاركون احتفالات جامعة العين للعلوم والتكنولوجيا باليوم الوطني 46 لدولة الإمارات العربية المتحدة. فقرات وطنية متنوعة، معروضات تراثية، مأكولات شعبية، والكثير بانتظاركم يوم الاثنين 27 من نوفمبر في مقر أبوظبي ساحة الجامعة أمام المبنى الرئيسي، ويوم الثلاثاء 28 من نوفمبر في مقر العين الساحة الرئيسية قسم الطالبات. تبدأ الاحتفالات في كلا المقرين في تمام الساعة 6 مساء. احتفالنا جزء من انتمائنا، وكل عام والإمارات بخير.